السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شات جي بي تي عشان تبدأ تستخدمه لازم تعمل تسجيل، ولازم يكون عندك حساب في دولة غير الدول اللي ممنوع فيها، ويكون رقم تليفون وقصص طويلة، وحتى بيت الموقع بيتطلب ان انت تعمل تسجيل. فانا جايب لك موقع لو انت في اي لحظة عايز تدخل وتسأل شات جي بي تي سؤال وبدون اي حاجة خالص، بدون ما يطلب منك تسجيل ولا حاجة. ده الميزة بتاعته، هو بيخش منك اي معلومة ولا في ملفات تجسس ولا اي حاجة خالص. كل عليك ان انت تيجي هنا وتسأله مثلا ما هي اهم الاثار المصرية، ونشوفه بقى. هو بيقول لي بس ايه، دوس على الزرار ده. في ناس بتقول لك ان الشركات الكبيرة عاملة الزرار ده عشان تتجسس عليك، او وانت بتدوس هو بيفتح الجهاز بتاعك ويسرق معلومات. هو بيسرق معلومات من غير ده، دي ملهاش علاقة. ده بس عشان نتأكد ان مفيش حد عامل بوت وبيهجم على الموقع. ممكن واحد يعمل بوت ويهجم 1000 مرة مثلا وهكذا. تمام، خلينا نشوف الإجابة. جاب لك الإجابة، هي تعتبر مصر أهم البلدان والأهرامات. وبدأ يجيب الإجابة. الموقع بيعتمد على شات جي بي تي، بيبعت السؤال ويستقبله ويديك إمكانية إن أنت تاخد الإجابة وتحصل على الإجابة في أي مجال من غير ما تعمل تسجيل ومن غير الدوشة دي كلها.